السلام عليكم، يعطيكم العافية. للأسف قريبا سمعت أن البعض كان يعيرني من خلفي، طبعا بأني أتطوع كثيرا وأقوم بأعمال كثيرة من الأمور، طبعا كلها لوجه الله تعالى. هنا تذكرت قصة رواها لي والدي رحمه الله. في كان ذئب وقع على الذيل تبعه حجر، فقطع الذيل تبعه، فشافوا ذئب ثاني فسألوا: ليش قطع ذيلك أو قطع ذيلك؟ قال له: أنا بهذه الطريقة أشعر وكأني طائر في الهواء، وأشعر أني في عندي متعة كبيرة. فقام الذئب الثاني قطع ذيله، طبعا شعر بألم ما شعر في أي متعة. فقال له: لماذا جعلتني أقطع ذيلي ولم لم أشعر بشيء؟ قال له: لأنه لو رآك الذئاب الآخرين سيستهزئوا منك، فلازم تحكي لكل الذئاب نفس اللي حكيت لك إياه. وبالفعل بدأوا كل الذئاب يقطعوا ذيولهم وكذبوا عليهم جميعا، وكلهم شعروا بهذه الآلام ولم يشعروا بأي متعة مطلقة. أغلبية الذئاب صارت بلا ذيول، ونتيجة لذلك أصبحت هذه الذئاب أو أصبحت هذه ثعالب أصيلة، واللي لم تقطع ذيولها أصبحت سخرية من الثعالب المقطوعة ديونها. طبعا خلاصة هذا الكلام، للأسف هذا هو حال الفاسدين في مجتمعاتنا. فتجد بعض الناس يحاول قلب الحقائق ويسعون إلى إظهار الشيء الفاسد أنه هو الشيء الصحيح. فإذا عم الفساد صار الناس يعيرون الصالحين بصلاحهم، واتخذهم السفهاء سخرية. يعني هذا اللي عم بيصير في مجتمعنا للأسف. عم بيصير أشياء غريبة جدا ما بتفهمها. عن كعب رحمه الله قال: يأتين على الناس زمان يعير المؤمن بإيمانه كما يعير الكافر بفجوره في يومنا هذا. وألم يقل لقوم لوط: اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أو أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بسبب انتشار الفساد والجهل بهذا بالمجتمعات أصبحنا وسيلة للسخرية وأداة للاستهزاء من قبل بعض السفهاء والجهلاء في المجتمع. لن أقول إلا ما كما علمني الله سبحانه وتعالى وديني. الله يستغفر لكم، الله يغفر لكم. حسبي الله ونعم الوكيل.